مشاهدينا، انتهت منذ قليل مراسم تكريم المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس الجمهورية السابق، والآن إلى حضراتكم لقاء مع قداسة البابا تودروس الثاني. بعد الأحداث اللي كانت متعبة ومظلمة في مصر، ويد العناية الإلهية دفعت بالمستشار عدلي منصور أنه يقود دفة البلاد، وشخص لم نعرفه ثم مع الأيام عرفناه وازدادت المعرفة حتى دخل قلوبنا كلنا كمصريين، وساعدنا جدا بالشهور القليلة التي قضاها، حوالي 11 شهر ما كملتش سنة، وشفنا فيه نموذج مخلص وأمين محب للبلد، تحمل المسؤولية في ظرف شديد القتامة، ولكن بكل أمل وبكل رضا وبكل تسليم قدر يقود دفة البلاد بحكمة بأمانة. والواجب أن احنا كمصريين نلتفت دائما لفضيلة الوفاء، الوفاء للنماذج، للأشخاص طبعا بصفة عامة في أي مكان، لما نكرم المتفوقين، لما نكرم الآباء والأمهات، لما نكرم الأشخاص اللي احتلوا مراكز وخدموا بلادهم. الأمة الحية تكرم أحياءها لا أمواتها، فتكرم أحياءها لأنها بتعترف بجمالهم وفضلهم وهم أحياء. أحيان في بعض الدول يكرمون الموتى، بيبقى تكريم أيضا، ولكن تكريم الأحياء له معنى أكبر. النهاردة يوم وفاء ويوم جيد ويوم فرح نجتمع ونكرم سيادة المستشار عدلي منصور، ونعلن ونعلي من قيمة الوفاء في حياة الوطن. هو إنسان نبيل المشاعر ورقيق الإحساس، ودايما الإنسان الذي يعيش إنسانيته الدموع تبقى قريبة منه. الإنسان اللي ما بيعيش الإنسانية، ما الدموع دي أسمى تعبير عن الإنسان، والدموع مش من العينين بس، هي بتبقى من القلب أو من أعماق النفس. فطبعا لأنه إنسان يتمتع بهذه الفضائل، فضلا عن كونه قاضي وتمرس في تاريخ القضاء لعشرات السنوات، فكل ده جعل له الضمير الحساس والنقي والنفس الصافية والمشاعر النبيلة اللي خلت الدموع دي تظهر. إذن وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية، ولكن يتبقى لنا تفكير بأهم العناوين.